الديوان الملكي الهاشمي يعلن وفاة والد الأميرة رجوة الحسين. إليكم التفاصيل. توفي اليوم 18 فبراير سنة 2024 ميلادية موافق 8 شعبان عام 1445 هجرية والد الأميرة رجوة الحسين المغفور له خالد بن مساعد بن سيف بن عبد العزيز آل سيف. وقد نعى الديوان الملكي الهاشمي والد الأميرة رجوة الحسين عبر موقعه الإلكتروني على الأنترنت، وجاء في بيان النعي بأمر من الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، أعلن ديوان الملكي الهاشمي الحداد على الفقيد في بلاط الملك الهاشمي لمدة 3 أيام اعتبارا من اليوم الأحد موافق 18 شباط عام 2024 ميلادية الواقع في 8 شعبان عام 1445 هجرية. ويعرب الديوان الملكي الهاشمي عن صادق التعازي وخالص مواساة للملك عبد الله الثاني ابن الحسين والملكة رانيا عبد الله والأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد والأميرة رجوة الحسين وأسرة الفقيد وعائلات آل سيف الكريمة بهذا المصاب الأليم، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته.